قوات سوريا الديمقراطية تواصل تقدمها في الرقة وتحرر نصف المدينة من احتلال داعش. قرقاش: قطر تروج لسياسات لا تنتهجها ويلمح لعلاقات إقليمية جديدة. والأمم المتحدة: 80% من أطفال اليمن بحاجة لمساعدة فورية. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري. إذ حررت قوات سوريا الديمقراطية نصف مدينة الرقة بعد أقل من شهرين من انطلاق المعركة ضد تنظيم داعش. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الساعات 24 الماضية شهدت تقدما استراتيجيا لقوات سوريا الديمقراطية في حي نزلة شحادة جنوبي الرقة ومنطقة البانوراما بإسناد جوي من قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة. اندلع قتال عنيف شرقي دمشق بين مقاتلي المعارضة وقوات الأسد للمرة الأولى منذ أن أعلن الجانبان وقفا لإطلاق النار في مطلع الأسبوع. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأسد شنت ضربات جوية استهدفت 3 بلدات في الغوطة الشرقية أسفرت عن قتل طفل وإصابة 11 مدنيا بجروح، ليزداد بذلك عدد المصابين والقتلى إلى نحو 55 مدنيا خلال الساعات 48 الماضية. فر الكثير من الأهالي من مناطق سيطرة داعش، نجح بعضهم في الوصول إلى مخيمات قرب الحسكة. مخيم قانا كان وجهة لكثير من الفارين من مناطق التنظيم، ولكن الأوضاع الإنسانية تزداد صعوبة مع ارتفاع درجات الحرارة. تفاصيل أوفى مشاهدينا في سياق التقرير التالي. مخيم قانا أحد المخيمات التي أقيمت جنوب الحسكة لاستقبال آلاف المدنيين والأبرياء الفارين عن مناطق داعش. ومع استمرار المعارك ضد التنظيم وتقلص مناطق سيطرته، نجح المئات من المدنيين في الهروب بحثا عن مكان آمن، لكن أوضاعهم تزداد سوءا في المخيمات مع ارتفاع أعدادهم. يا أخي احنا انهزمنا من داعش، انهزمنا، نريد نطلع انهزمنا، احنا نشوفهم يقصون بوالدنا قص وانهزمنا، احنا تريد نصير معاهم؟ ما نصير معاهم. وجينا مرضانين نريد نروح على الطبيب، وجينا حجرونا هنا والشمس تنقح بينا، كل حز واحد ينغفش ببنت بنتي صار لها 3 ليال، هلش لا تاكلوا هل ما تشربوا تراجعوا، ما بي الطب، ما بي الطب، الطب الجهال بالله عليك، لما يفرض جاهل يروح من تشيس من، من تشيس من ما يروح من تشيس من يا أبوه. إدارة المخيم تحاول مساعدة النازحين من خلال تأمين الماء ووجبات الطعام لهم، بينما تقوم بعض المنظمات بتأمين الأدوية. يقول القائمون على المخيم إنهم يبذلون كل طاقتهم لتأمين الطعام والماء والأدوية. في عندنا تقريبا 4700 نازح، 750 عائلة. طبعا الأوضاع سيئة جدا، في عندنا وعود من المنظمات بس ما عم يقدموا الشيء، يعني شيء يكفي احتياجات الناس هذول. طبعا في الإدارة الذاتية عم تتحمل أعباء، مثل عم يجيبوا مي، عم يجيبوا خبز. تزداد معاناة الأهالي في مخيم قانا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر المياه النظيفة وانتشار القمامة قرب المخيم، إضافة إلى الأمراض التي بدأت تنتشر بين الأطفال كالإسهال والحرارة. عندنا نواقص في حالات مأساوية يعني للمخيم، ما في أي جهة يدعمنا بالنسبة للنازحين اللاجئين للمخيم القانا، وفي أمراض مستعصية كثيرة يعني مثل سرطانات التهاب الكبد، أمراض سارية يعني وإلى آخره يعني، واللي عندنا يعني يا دوب نقضي الأمراض السارية يعني، ما عندنا إمكانية نقضي جميع حاجات المرضى. مشكلة النازحين عن مناطق داعش تتفاقم مع استمرار المعارك ضد التنظيم. يأمل الكثير من الأهالي هنا أن يتم تحرير مناطقهم من التنظيم ليتمكنوا من العودة إلى بلداتهم وقراهم. في العراق، أكدت قيادة عمليات الجزيرة التابعة لقوات الجيش العراقي مساء أمس أن العشرات من أفراد تنظيم داعش الإرهابي قتلوا بعملية أمنية استباقية غربي مدينة الرمادي.
وقال مصدر أمني في العمليات إن الحملة أسفرت أيضا عن العثور على 30 حزاما ناسفا، فضلا عن تدمير عدد من العجلات المفخخة والاستيلاء على أسلحة مختلفة. وأضاف أن الحملة تهدف إلى ملاحقة الفارين من الموصل باتجاه هذه المناطق وصولا إلى مناطق غربي محافظة الأنبار، مؤكدا أن وحدة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول المواد المضبوطة دون وقوع أي إصابات بشرية في صفوف القوات الأمنية. تكشف أخبار الآن عن وجه القيادي الإرهابي عادل أحمد الملقب لدى داعش بأبي محمد إسناد، الذي كنا قد أخفيناه بانتظار إحالته إلى القضاء، ولكن بعد حصولنا على موافقة الجهات المختصة في العراق نكشف عن وجهه، وللرد على بعض التعليقات والرسائل التي وردت إلينا عبر مواقعنا في مواقع التواصل الاجتماعي. مجريات هذا اللقاء مشاهدين الذي تم تصويره في مدينة الموصل نتابعها مع الزميل حسام الأحبابي. بعد أن أجرينا في غرفة أخبار الآن دراسة دقيقة لتعليقات ورسائل وردت إلى صفحاتنا في مواقع التواصل، وشكك بعضها بمصداقية تقريرنا الخاص بالقيادي في داعش عادل أحمد الذي يلقب من قبل التنظيم في الموصل بأبي محمد إسناد، كان لابد لنا من إعادة تسليط الضوء على ما جاء في المقابلة الخاصة التي أجريناها معه. وبعد أن حصلنا على موافقة الجهات المختصة في العراق نكشف اليوم عن وجه هذا الإرهابي الملقب أبو محمد إسناد، تجديدا للمصداقية التي نعتمدها في تقاريرنا بمناطق النزاع. إذن خلال اللقاء الذي أجريناه مع الملقب أبو محمد إسناد، أكد هذا القيادي الإرهابي لدى داعش في الموصل أنه وجميع المقاتلين في التنظيم كانوا يعولون على من أسماهم قادة داعش الكبار، وخاصة أولئك الأجانب الذين قدموا من خارج العراق بهدف دعمهم في مواجهة القوات العراقية، إلا أنه اعترف بشعور من الخذلان والانكسار بخسارتهم الموصل قائلا بالحرف الواحد: انتهى كل شيء. الأجانب كانوا يعني أغلبهم قناصين أو انغماسيين. شو كانوا يقولون بيناتهم؟ يعني أنتم المقاتلين وأنتم اللي حسيتوا بالظلم، شو كنتوا تحكون بيناتكم؟ كانوا يقولون إنه راح يجون ويخلصونا و... بالنتيجة؟ بالنتيجة انتهى كل شيء. وعند سؤاله خلال اللقاء عن مصير بعض قادة داعش وأين هربوا إثر تحرير الموصل ولماذا تخلوا عن مقاتلي التنظيم المحليين، اقتصرت إجابات الملقب أبو محمد إسناد على إيماءات أشرت بوضوح مدى الانهيار الذي شهده داعش ليس فقط إثر خسارته الموصل أو ما أسماها بعد تحرير المدينة أرض الخذلان، بل بوضع التنظيم أيضا المنهار والمحاصر داخل معاقله الأخرى سواء في العراق أو سوريا. قيادات مال داعش وين كانوا متواجدين في هذه الفترات كلها؟ أغلب القيادات ما كنا نشوفهم، ف ما ليش ما كنتوا تشوفوهم؟ وين كانوا متواجدين القيادات أثناء المعارك؟ وين كانوا؟ المعارك البغدادي وغيره وين؟ المعارك. ما كنتوا انتوا بيناتكم تجادلون او تحشون او تسألون عليهم ليش تلقوكم مثلا؟ شنو هو السبب؟ انت باعتقادك شنو هو السبب؟ ما ليش تخلوا عنكم؟ انت هسه لو تشوف واحد من القيادين ما داعش هذول القيادين الكبار اللي خلوكم بهاي خلينا نقول المحرقة، شو تقول لهم؟ ما يسمى لدى داعش أبو محمد إسناد تحدث لأخبار الآن أيضا عن التضييق الذي مارسه التنظيم على الحريات ومقدرات السكان ومصالحهم، فكرههم الموصليون وابتعدوا عنهم على خلفية الإجراءات القمعية والجرائم التي كان يرتكبها قادة داعش القادمون من خارج العراق منذ احتلالهم الموصل. قاموا يضيقون على الناس، يعني قاموا الناس تكرهنا، فإحنا ردنا نصلح هذا الشيء ما قدرنا، فقاموا خلوا الأمنية يشتغلون بكيفهم وخلوا جابوا ناس جو من غير الدول يشتغلوا بكيفهم، ف
خربوا علينا. إذن اللقاء الذي صورته أخبار الآن مع ما يسمى لدى داعش أبو محمد إسناد، الذي كنا قد أخفينا وجهه في التقرير السابق كونه لم يتم تحويله بعد إلى القضاء، يؤكد هذا اللقاء مدى الضرر الكبير الذي ارتكبه داعش ضد تأريخ الموصل وأهلها الذين كشفوا خديعة هذا التنظيم ومآربه الإرهابية بعد أيام قليلة من احتلاله مدينتهم للتحكم في مقدراتها. أحييكم من جديد. قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عليها المضي قدما من دون قطر، مشيرا إلى أن الدوحة تروج لسياسات لا تنتهجها. وأضاف قرقاش في تغريدات له على حسابه بموقع تويتر أن الأزمة مع قطر استمرت لزمن طويل، ومن المهم النظر لما وراء الأزمة واعتبار الأمر نوعا من العلاقات الخليجية الجديدة التي تستبدل القديمة. أكدت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الشرعية سيطرت تماما على معسكر خالد في مديرية موزع غربي تعز. وقالت المصادر إن قوات الشرعية نجحت في الدخول إلى معسكر خالد بإسناد جوي وناري من القوات الإماراتية التي تعمل ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية. ولفتت المصادر إلى أن قوات الشرعية تعمل على تمشيط المعسكر والتعامل مع جيوب المتمردين في هذه المنطقة. أعلنت الأمم المتحدة أن الحرب والجوع والكوليرا خلف 80% من أطفال اليمن في حاجة بائسة للمساعدة. وقال المدراء التنفيذيون لثلاث من وكالات الأمم المتحدة في بيان مشترك في أعقاب مهمة من يومين أن نحو 2 مليون طفل يمني يعانون من سوء تغذية حاد، وسوء التغذية يجعلهم أكثر عرضة للكوليرا، والمرض يخلق مزيدا من حالات سوء التغذية، وأدى ما يزيد عن 2 سنين من الأزمة إلى تدمير معظم البنية التحتية وعرضت الملايين إلى خطر المجاعة. ويواجه اليمن أسوأ تفشٍ لوباء الكوليرا في العالم وسط أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع توقع وصول الحالات المصابة إلى نحو 600,000 حالة بنهاية العام الجاري. أحبط الجيش المصري محاولة إرهابية لاستهداف وحدة عسكرية شمالي البلاد. وقال متحدث عسكري إن سيارة رباعية الدفع حاولت اقتحام إحدى الوحدات وكانت محملة بأكثر من 1.5 طن من المواد شديدة الانفجار. وأضاف المتحدث أن رجال التأمين والحراسة تعاملوا فورا مع السيارة وبادروا بإطلاق النار عليها، ما أسفر عن تصفية سائقها الذي كان يرتدي حزاما ناسفا. قررت بريطانيا رفع حظر السفر إلى تونس عن مواطنيها باستثناء مناطق محددة هناك. وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية أن هذا القرار الذي قال إنه يهدف إلى تشجيع القطاع السياحي في تونس جاء نتيجة التحسن الكبير الذي شهده الوضع الأمني التونسي. وكانت بريطانيا قد فرضت هذا الحظر قبل 2 سنين إثر هجوم استهدف فندقين في ولاية سوسة شرقي البلاد، أسفر عن قتل عشرات السياح الغربيين ومعظمهم من البريطانيين. على الرغم من عقود الطاقة الكبيرة التي أبرمت بين شركات عالمية وإيرانية، إلا أن الأخيرة أخفقت في الحفاظ على ثبات الأسعار في أسواقها، وهو ما انعكس بوضوح على حالة المشترين فيها، إذ يرى كثير من الإيرانيين وجود أسباب أسهمت بشكل مباشر في هذا التذبذب. مراسلتنا علا مسعودي استطلعت آراء مواطنين إيرانيين ووافتنا بالتقرير التالي. يبدو أن صيف إيران لهذا العام لم يشهد ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة فحسب، بل أن الأمر سرى لأسعار السلع والمواد الغذائية أيضا. لكن لماذا وكيف؟ جئنا إلى هنا لمعرفة ذلك. يعتقد مرتضى أن السبب يرجع إلى طريقة صرف الدولة لأموالها، والحل قد يكمن في إعادة النظر بطريقتها. لابد من إعادة النظر في المبالغ التي تصرف خارج البلاد وإعادتها إلى الداخل، فنحن لدينا طاقات شابة وموارد طبيعية جيدة، وهي تعد ثروة في بلادنا، فلما لم نستفد منها؟ ولماذا تذهب هذه الطاقات هباء؟ أما سارة
فتؤكد أن السلام هو الطريق الأنسب للوصول إلى الرفاه الاقتصادي. شعبنا هو شعب يبحث عن السلام ويحبه، وفي حالة تسوية الأمور وتحسين العلاقات بيننا وبين الدول الأخرى سنحصل على العيش برفاه اقتصادي. أسعار السلع هنا أصبحت تبدو كمفاجآت تخشى مليحة مواجهتها كل صباح، فهي كأغلب المواطنين الإيرانيين تبحث عن ثبات في الأسعار كي تتمكن من التوضع دون وجل، لكن إلى ما تعزو هذا الارتفاع؟ الإدارتان السياسية والاقتصادية ترتبط ببعضهما البعض، لا بد لكليهما أن تسير نحو ثبات الأسعار لكي لا نستيقظ كل صباح ونفاجأ بمزيد من الارتفاع في أنواع السلع. ولا يقتصر الأمر على القضايا الإدارية فحسب، فللطبيعة يد هي الأخرى متمثلة بالفيضانات والسيول التي سببت خفضا في إنتاج هذا العام. فرغم الوفرة في عرض المنتجات المستوردة والمحلية، لكن الاستياء هنا يبدو جلياً. كان سعر هذا الفستق قبل 3 سنوات 52,000 تومان إيراني، والآن وصل إلى حوالي 85,000 تومان إيراني، وهذا لأنه لم يعد يزرع في بلدنا. تعددت الأسباب الكامنة خلف قفز أسعار السلع، سواء المرتبطة بصفقات الفساد التي شابت بعض التعاقدات المبرمة مع شركات خاصة أو عامة، أو التي ترتبط بكيفية الإدارة السياسية والاقتصادية، إلا أن المواطن في النهاية لا ينتظر إلا حلولاً ناجعة تحمله إلى بر الأمان الاقتصادي. لأخبار الآن، علا مسعودي، طهران. أعلن مسؤولون في وزارة الصحة في ميانمار أمس وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير H1N1. وبحسب وزارة الصحة الميانمارية، تم الإعلان رسميا عن وقوع إصابات بإنفلونزا الخنازير يوم الاثنين الماضي. أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. تجولنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدينا، خصصناه للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها عضة قط تودي بحياة امرأة يابانية. توفيت امرأة يابانية العام الماضي بسبب الأمراض المنقولة عن طريق القراد بعد تعرضها لعضة قط ضال، وهو ما قد يكون أول انتقال مباشر للمرض من الثدييات للإنسان بهذه الطريقة. وكانت المرأة الخمسينية تساعد القط الذي كان مريضا، وتوفيت بعد 10 أيام إثر الحمى الشديدة. إلى صحيفة الحياة مشاهدين التي اخترنا منها لكم 20 لوحة للحب والسلام في لندن. شهد معرض في لندن تحت عنوان رسائل حب وسلام بحبر وورق حضورا واسعا لشخصيات من دبلوماسيين ومسؤولين ونقاد متخصصين ومعنيين بالشأن الفني. ويضم المعرض الذي يستمر حتى 19 من شهر آب أغسطس المقبل 20 لوحة بأحجام مختلفة تجمع بين جمال الخط والكلمة في رسالة إنسانية تدعو إلى السلام والحب. إلى صحيفة القبس الكويتية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم روما تمنع السياح من النزول في نافورة تاريخية. أبدأ زوار نافورة تريفي الشهيرة في روما التزاما بقرار جديد يمنع السائحين من النزول في حوض النافورة التي تمثل معلما تاريخيا يعود لمئات السنين، ودفع غضب عام من السلوكيات السيئة لزوار المناطق السياحية في العاصمة الإيطالية رئيس بلدية روما لإصدار قرار بتغريم أي شخص يمشي داخل النوافير أو يقف على حوافها. إلى صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين التي نقرأ منها البيت الأبيض بلا حيوانات أليفة.
سيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول رئيس منذ عهد الرئيس الأسبق جيمس بولك الرئيس الحادي عشر الذي لم يكن يوجد لديه حيوان مدلل في البيت الأبيض. فترامب لم يعطي موافقته على حصول ابنه الأصغر على حيوان مدلل، ومن أشهر حيوانات البيت الأبيض كلاب بوش الأب وكلبي أوباما المائيين وقط كلينتون. إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية مشاهدينا، ومنها ننهي جولتنا الصحفية. توقيف امرأة تسببت في خسارة طليقها 800,000 يورو. أوقفت السلطات اليابانية امرأة في 34 من عمرها حطمت 54 آلة كمان و70 قوسا لزوجها السابق في مجزرة موسيقية تجاوزت قيمة خسائرها 800,000 يورو. واتهمت المرأة بدخول منزل زوجها السابق بعد تحطيم الزجاج، وطالب طليقها بتعويض تجاوز 800,000 يورو. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا ينتج حاليا شبان لاجئون في مخيم شاتيلا للاجئين في بيروت مواد إعلامية بمحتوى عالي الجودة لصالح قناة إخبارية عبر الإنترنت. وتم إطلاق المشروع بمساعدة تدريبية مكثفة من جمعية بسمة وزيتونة الأهلية المحلية وبشراكة مع الإذاعة الدولية الألمانية. كثير من اللاجئين لا تتاح لهم فرصة لامتهان عمل جديد، لكن في بيروت تسعى مبادرة إعلامية لتوفير شريان حياة للاجئين من الشباب الذين يتطلعون إلى فرصة جديدة. شبان فلسطينيون وسوريون رفضوا الاستسلام لما قدمت لهم الحياة من مصاعب في مخيم شاتيلا للاجئين، إذ يقدم هؤلاء الشبان وسط الظروف الصعبة والازدحام مواد إعلامية بمحتوى عالي الجودة لصالح قناة إخبارية عبر الإنترنت، وبمساعدة تدريبية مكثفة من جمعية بسمة وزيتونة الأهلية المحلية وبشراكة مع الإذاعة الدولية الألمانية دويتشه فيله تم إطلاق المشروع. كامجي كانت فرصة ممتازة لأغلبهم لأنه حتى ينطلقوا بالحياة ويكون عندهم هدف. بحبوا العمل الصحفي كتير كتير ويبدعوا فيه، وهني مميزين جدا، تقاريرهم متنوعة أغلبها بتحكي عن وضع اللاجئين بشكل عام، ولما منغطي على شاتيلا بيكون القصص تبعتنا من شاتيلا وبتتعلق بمواضيع اللي بيعيشوها أهالي شاتيلا. وتقدم القناة الإخبارية التي يعمل فيها اللاجئون موضوعات متنوعة تتراوح بين مقتطفات ترفيهية مصورة وموضوعات وتقارير إخبارية طويلة. اجتنا هاي الفرصة تبع كامجو، هي الفرصة كتير حلوة لأنه ما قدرت أنا أكفي تعليم بس قدرت أساوي شيء لمستقبلي. يعني قليل ما تيجي هيك فرص على الوطن العربي إنه واحد ما متعلم يصير صحفي خلال سنة. التدريبات كتير كانت قوية، وغير هيك عكست الواقع الاجتماعي للمخيم الحقيقي. صحيح إنه عنا بالمخيم في مشاكل، بس عنا شغلات كتير حلوة، عنا ناس كتير موهوبة. ويأمل الصحفيون الذين ينتقلون إلى مخيم شاتيلا أن يقدموا مادة ناجحة تعكس حياة اللاجئين في المخيمات. إحنا هون شغلنا يمكن أصعب من برا لأنه فيهم أوضاع اجتماعية، ظروف غير بالمناطق اللي برا، فأكيد حكون جاهزة ويمكن أكثر من الصحفيين اللي درسوا ممكن بالجامعة وعم بيشتغلوا هلا برا. وبعد النجاح الذي حققه برنامج كامجي يسعى القائمون عليه حاليا لتوسيعه من أجل توفير فرص للاجئين في مناطق أخرى في لبنان مثل البقاع وطرابلس، ويأملون في أن يصبح نموذجا يحتذى به ويتكرر ذات يوم في المنطقة كلها. وداد الشويهدي أول امرأة ليبية تؤسس نادا رياضي نسوي في مدينتها مصراتة. خبرتها الطويلة في رياضة كرة الطائرة ورياضات أخرى ومشاركتها في بطولات وطنية ودولية، اكتسبت وداد من خلالها خبرة مكنتها من تأسيس نادي رياضي نسائي تحاول من خلاله تشجيع المرأة الليبية على ممارسة الرياضة. التفاصيل في التقرير التالي.
لاعبة المنتخب الليبي للنساء في كرة الطائرة سابقا، وبعد أكثر من 3 عقود حازت من خلالها على العديد من البطولات ولعبت في مجالات رياضية مختلفة. وداد سالم الشويهدي وهي لازالت في عقدها 5 من العمر تصر على عدم ترك المضمار وأن تكون الرياضة النسائية في ليبيا حاضرة وبقوة. كنت لاعبة قديمة في كرة الطائرة منذ سنة 1972، مارست عدة أنشطة رياضية منها الجمباز، كرة الطائرة، السلة، الموسيقى. حبي للرياضة دفعني أني حتى وأنا في هذا العمر أني نشجع المرأة على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد كثيرة تعود على الجسم، على الحالة النفسية. الرياضة تغذي الجسم، وزي ما يقولوا العقل السليم في الجسم السليم، هذه مقولة صحيحة 100%. صارت عدة تظاهرات رياضية، كنت أنا أحد المشرفات على هذه الرياضة. بادرة بدأت بها العديد من النساء هنا في مدينة مصراتة منذ أكثر من 2 وها هي اليوم تعطي لهن دفعة أمل جديدة وثقة بالنفس أمام كل تحديات وظروف الحياة الصعبة في ليبيا. بالنسبة للرياضة لما قعدنا نجو درنا برنامج رياضي ونادي للمرأة، حسينا يعني كل مرة في ازدياد العدد، كل مرة بشوية بدينا بعدد في إقبال، والله من الأول بدينا بجزء بسيط. بصراحة بادرة جميلة من الأخوات اللي استمرن فيها، تبدن فيها، أعطن رأيهم فيها. طموحات تأمل وداد وغيرها من النساء الممارسات للرياضة هنا في ليبيا أن تتحقق أمام عديد العقبات التي تواجه قطاع الرياضة النسائية في ليبيا. لأخبار الآن محمد عقوب، مصراتة. حقق موقع فيسبوك ازديادا كبيرا في عائداته خلال النصف الثاني من هذه السنة بسبب الزيادة في إقبال المعلنين على الإعلان بالفيديو على الموقع، وحققت إعلانات الفيديو على الهواتف المحمولة النسبة الأكبر من العائدات ب 87% من أصل عائدات إجمالية بلغت 9 مليارات و300 مليون دولار، أعلن عنها فيسبوك. خبرنا الأخير من عالم الرياضة، إذ منح باريس سان جيرمان مهلة لمدة أسبوع للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري الفرنسي. صحيفة الإكيب الفرنسية أكدت أن مدير النادي الباريسي اتصل بالنجم نيمار شخصيا من أجل الحصول على موافقته للانتقال إلى العاصمة الفرنسية. وأشارت الصحيفة أن مسؤولي النادي الباريسي طالبوا نيمار بضرورة تحديد موقفه سريعا. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. قوات سوريا الديمقراطية تواصل تقدمها في الرقة وتحرر نصف المدينة من احتلال داعش. قرقاش قطر تروج لسياسات لا تنتهجها ويلمح لعلاقات إقليمية جديدة. والأمم المتحدة 80% من أطفال اليمن بحاجة لمساعدات فورية. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم مشاهدينا الكرام بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء.